مازال كتحيري اشنو تعطي الوليدات كديو مع ملكوتي ديال المدرسه؟ جبت لك هاد الكيكه اللي كتجي هشيشه وخفيفه ومكونات بساط وكميه كثيره، غادي تعجب الصغير والكبير، كتجي بنينه بزاف، البنات غير جربوها. بالنسبه للمكونات غادي تلقاوهم في صندوق الوصف كاتباهم ليكم، اما دابا غادي نخليكم تشوفوا معايا الفيديو اللي كان قبل. ما كرهتش كلكم تحطوا لي التعليقات ديالكم، الراي ديالكم في الوصفات اللي كنحضر لكم، كذلك الاقتراحات ديالكم في الوصفات اللي تبغوني نحضر لكم المره الجايه ان شاء الله. وغنخليكم دابا تشوفوا الفيديو، فرجه ممتعه. نبداو على بركه الله بالمكونات اللي غادي نحتاج فيهم. عندي 4 ديال البيضات يكونوا بحراره المطبخ، من الافضل يكونوا كبار شي شويه. عندي كذلك غادي نحتاج واحد 4 كاس ديال الزيت، تقريبا واحد 3 المعالق كبار. عندي هنا كاس لاروب ديال السكر سنيده، عندي كاس ديال الدقيق فورس يكون ديال الحلويات يعني نوعيه مزيانه، وعندي هنا كاس لاروب ديال النشا. هيا عبرت هنا كاس لارو تقريبا واحد 50 غرام. عندي هنا كيس ديال الفاني فيه 7.5 غرام، 8 غرام ديال خميرة الحلويات فيها 8 غرام كيس واحد، وقبيصة ديال الملحة. صافي هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. ندوزو على بركة الله في طريقة التحضير. بالنسبة ليا غادي ندير العجانة، ممكن تخدمو غير بديال الباطور ديال الضو ديال الإيد. المهم أنا غادي ناخد 4 ديال البيضات بسمية. غادي نزيد قبيصات الملح، السكر، كيس ديال الفاني، وغادي نطرب هاد المكونات مع بعضياتهم حتى كيتضاعف الحجم ديالهم. شوفوا الخليط ديالي كيفاش ولا البنات، هانتوما كيولي تقيل بحال شي كريمه. صافي دابا غادي نحيد هاد العجينه. غادي نغربل دابا كاس ديال الدقيق مع الخماره فيها 8 غرام، مع كاس لاروب ديال النشا، وغادي نخلط في نفس الاتجاه باش ما نهبطوش هذيك البيض، هذاك البيض اللي طلعناه غير بشويه كنخلط. غادي نضيف هذاك 4 كاس ديال الزيت اولا 3 المعالق كبار ونخلط مزيان. صافي هاد هما المكونات ديال الكيكه ديالنا اولا الجينواز ديالنا. دابا غنتاكد ان الخليط ديالي مخلط مزيان. ها نتوما كيفاش يكون يعني الخط فاش فاش تهبط العجينه ما كتقطعش. شو هكا بغينا الخليط ديالنا يكون. هنا خديت لاطا درت فيها ورق الزبده، صراحه ورق الزبده لقيتو سهل ليا. غادي ندير بهذه اللي طيت فيها واحد الحلوه راه كنت شاركتها معكم، يعني خدمت بيه غير مره واحده، هذه المره الثانيه. غادي نخوي الخليط ديالي ضروري البنات ورق الزبده. صافي غادي نوزعو على اللاطه، ندخلو الفران عاد كنشعل الفران درجه الحراره 170 حتى 180. غنشعل ليها غير من التحت حتى كتبان ليا شدات راسها، راه 10 دقائق كتكون واجده. نشعل ليها باش يتحمر لها الوجه ديالها وصافي نخرجوها ونكملوها في التزيين ان شاء الله. صافي هنا من بعد ما طابت كيكه خرجتها من الفران، كنخليها غير تدفى شي شويه، كناخذ واحد الزيف وكنقلبها فيه، كنحيد ورق الزبده. ممكن تخليوها حتى كتبرد تماما اولا تخدموا بها مباشره، انا صراحه خدمت بها مباشره.
غادي نقطعها على جوج كيف كتشوفوا معايا. من بعد غادي ناخد القطعه الاولى وغادي ندهنها بالمربى الخاص بالحلويات اللي كيكون سائل واحد شويه. انا خديت مربى ديال المشماش، صافي كندهن الجزء الاول بالمربى ديال المشماش وكنحط القطعه الثانيه كندهنها حتى هي بالمربى ديال المشماش وكنرش فيها شويه ديال الكوك وصافي كتكون واجده. ممكن ترشوا فيها شويه ديال الكوك او لا كاوكاو مهرمش محمر او اللوز محمر، المهم اللي بغيتو نتوما على حسب الرغبه ديالكم، او لا تخليوها بحال هكاك. المهم راه بزاف اقتراحات اللي ممكن ديروهم. صافي وغادي نبدا نقطعها قطع، انا قطعتها مستطيلات، ممكن تقطعوها مربعات كيف ما كتبغيو نتوما.